بيحصل النهارده حاله سعاده وحاله فرحه وحاله بهجه في مدينه السلام بحي ساتوك، بحي الشيخ الثاني، بحي سلطان، بحي السيده مشكاه، بحي الشري. عايز اقول لهم كل حاجه جميله وبسقف لهم التسقيفه الحلوه دي لان هم يستاهلوا ان احنا نعمل لهم كده ونسقف لهم. ليه؟ لان الفرحه دي اللي شفناها بعينينا وادونا فرصه نشارك فيها حاجه جميله جدا، ربنا يكرمهم ونشوفها ان شاء الله حاجه كبيره كده بحبها بقلبها الكبير. هي طفله بحكم السنين، اميره بحكم القيمه والاحترام والنبل والاخلاق والتسامح.